بسم الله الرحمن الرحيم اليوم غنشوفو درس في الإنجليزية نظرا هو لي برونون بيرسونيل لي برونون بيرسونيل يعني شنو لي برونون بيرسونيل تنتكلمو على لي بيرسون احيانا لي بيرسون المقصود بهم هما الاشخاص تنتكلمو على شخص سي اون بيرسون كلمة مؤنثة اذا تنتكلمو على شخص ملي تنتكلمو على بيرسونيل تنتكلمو على شخصي برونون بيرسونيل اذا هنا تنتكلمو على الضمير الشخصي في الإنجليزية تنقلبوها personal pronoun اذا كاين I يعني جو يو ستادير تي و بيان توا اذا تي ابري كسكونا هي يعني هو شي في الانجليزي تقرا اي تقرا اي اذا تنقولوا اي نقدروا نعتبره حرف ولكن تعتبر ايضا كضمير يعني انا فرنسي تنقول جو ثم يو هذه يو تستعمل جوج مرات يا اما انت ولا انتم او انت او انتم او انتن يعني كلهم تتصلح لهم هذو فهمتوا لا اذا تنقولوا اي يو ثم هي هي يعني هو ثم هي شي تنقولوا شي يعني هي ثم ايت ثم ايت ثم ايت شنو ايت تنقول على غير عاقل تنقول عليه هو ولكن غير العاقل مثلا تنتكلموا على قط تنتكلموا على شي شجره تنتكلموا على اي حاجه ولكن ما تكونش غير بنادم اذا هذه اللي غير العاقل اذا هذا الضمير خاص بغير العاقل كاع الاشياء اللي ماشي عاقله ماشي بنادم ما تنقولوش هي ولا نقولوا شي يعني هو او هي تنقولوا ايت فهمتي ايت واز هير يعني هو كان هنا القط مثلا ايت واز هير يعني انه كان هنا نرمزوا له بإيد ثم نحن يو وي دبليو إي مجموعة الناس أمامي أقول لهم يو يعني أنتم كما ذكرنا قبل قليل بأن يو تتستعمل أنت أنتي أنتم أنتنا كلهم تتستعملون هذه يو دابا وصلنا لأنتم أو أنتنا إذن غنستعملوا مرة أخرى غنستعملوا يو ثم بعد منا ذي شوف they لسان بينات سنين they يعني هم أو هن دابا غناخدو بعض الجمل نوزا نوفوا كيلكو فخاز بوغ لا بخوميييغ فخاز كيسكونا I go to school the first sentence is the first sentence يعني الجملة الأولى is هي I go to school إذن I شنو مقصود I أنا go is the verb to go إذن هو فعل to go فعل ذهب شوف eat شو قلنا دابا eat استعملنا هاد eat هاي شتي هاد eat تترمز الغير العاقل واش الفعل عاقل لا فعل هذاك عكتابة ماشي بنادم غنتكلموا على الفعل غنقولوا eat ثم هو يكون تنستعملوا في اللغة الفرنسية لو فيرب اتر لو فيرب اتر في اللغة الإنجليزية هو to be هو to be the verb to be the verb to be هو فعل être هو اللي تنقولوا احنا باللغة العربية كان فهمتي دابا انا غنتكلم على راسي غنقول انا كنت تلميذ انا كاينه كان ولا ما كايناش كاينه انا كنت تلميذ ولكن بغيت نقول على راسي انا دابا تلميذ نقدر نقول انا اكون تلميذ الان لا اش نقول انا تلميذ ملي تنقول جو سوي إليف انا اكون تلميذ نفس الفعل تصرف في الماضي فتقول جاتي الاف يعني انا كنت تلميذ شوف هنا كان ما مشاتش اللغه العربيه كانت تمشي مع المضارع الحمد لله انا تلميذ ما نقدرش نقول انا اكون تلميذ فهمتي هذا هو اللي خاصنا نردوا ليه بالنا باش نعرفوا منين تجي هذيك تو بي ملي تنقول هنا ايتس دي فيرب تو بي راه تنتكلموا عليه هو يكون it is it's المقصود به it is he is هو يكون هو يكون انا بغيت نتكلم على هذا الفعل هذا بغيت نقول عليه هو يكون واش نقول غنقول it is ما غنقولش هي علاش هي راني العاقل انا تنتكلم على الفعل غير العاقل اذا غنتكلم عليه ب it اذا غنقول it is the verb to be it is the verb هنا عندنا to go
It is the verb to go. هذا فعل ذهب. هذا تنشوفونه. إذا شو نقوله؟ تنقولوا I go to school. I go to school. شو المقصود I go to school؟ أنا ذاهب إلى المدرسة. Je vais à l'école. Je vais à l'école. يعني أنا أذهب الآن إلى المدرسة. Je vais à l'école. يعني أنا أذهب الآن إلى المدرسة. I go to school. 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 أنا غادي للمدرسة. I go to school. إذن هذا الفعل ذهب. It's the verb to go. هذا فعل ذهب. C'est le verbe aller. Nous passons à la deuxième phrase. نمر إلى الجملة الثانية. He is a student. إذن هو طالب. بحالة نقوله هو يكون طالب. واش نقولوا لي إيت؟ علاش؟ حقاش طالب تستعمل العاقل. العاقل طالب راه عاقل راه بعقله. ما نقولوش عليه إيت، غنستعملوا ليه هي، غنستعملوا ليه هو. إذا واش نقولوا؟ He is a student. 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 شنو هو student؟ طالب اللي تقرا تسمى student. طالب اللي تقرا تسمى student. is شنو هي؟ is. he is. إذن he it's a personal pronoun. إذن هذا stamp pronoun personal. هذه هي. و is شنو هي؟ is the verb to be. هذا فعل أدخل هذاك. شنو نقولوا؟ أدخل شنو نقولوا؟ I am. You are. شنو نقولوا؟ He is. She is. It is. It is, we are, you are, they are. إذا هذا هو الصرف ديال être, the verb to be. تنقولوا I am, you are, he is, she is, it is, we are, ثم you are. He, she, it, هذا هو نقول is. إذا تنقول I am, you are, he is, she is, it is, وترجع للآخرين كلهم تنكملهم are. We are, you are, they are. أما في اللغة الفرنسية بغيت دير الصرف ديال إتخ تقول جو سوي تو إي إلي نو سوم فوزيت إل سوم أي أم يو آر هي إز شي إز إت إز وتترجع للآخرين كلهم تتكملهم آر وي آر يو آر دي آر. إذا نكملونا أي جو تو سكول. أي جو تو سكول أنا أذهب إلى المدرسة ثم هي إز أ ستودنت. He is a student. هو طالب. ثم they are clever. They are clever. They are clever. شو نقصد بها؟ هم أذكياء. Ils sont intelligents. يعني هم أذكياء. They are clever. 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 She goes to school. She goes to school. شوفنا. I go. To school. I go to school. You go to school. ولكن مع الشي شي تولي عندنا S. تتزاد لواحد S. ديما كاع الأفعال في البريزون ديما تنزيدو مع الشي أو هي تنزيدو هاد S. شنو نقولو؟ She goes to school. مع الشي تنزيدو داك S. تنقولو She goes to school. غائي تنزيدو S. غائي تنزيدو S. إذا تنقولو She goes to school. هي تذهب للمدرسة. Elle va à l'école. Elle va à l'école. Elle va à l'école. يعني هي تذهب إلى المدرسة. She goes. She goes to school. She goes to school. She goes to school. ثم I want more. شنو I want more. I want more money. I want more books. I want more. يعني أنا أريد المزيد. I want more. It's the verb to want. In the present. شنو نقول؟ I want. You want. You want. He wants. تزيد ديك S. ديما مع هي مع الشي مع it تزيد ديك S. She wants. You want. They want. إذا تنقول I want يعني جو فو. جو فو سيرفا فرنسية. جو فو. هذيك فو اش من فعل هذا؟ سكال فو. سيرفا. سيرفا فولواغ. افواغ هذيك راه ديال الملكية. هي تنقول جي تو يا إل أن وزافو وزافو إلزون. هذاك افواغ. ولكن vouloir هي أرادة. Je veux partir. أنا أريد الذهاب.
Je veux sortir. أنا أريد الخروج. Je veux quelque chose. أنا أريد شيئا ما. Je veux du livre de pain. أنا أريد خبزتين مثلا. أمي. Je veux de baguette. إذا تنقولوا je veux. ولكن في اللغة الإنجليزية شنقولوا؟ Je veux شنقولوا؟ I want. I want. I want. You. You want. He wants. He wants. She wants. She. It wants. It wants. We want. We want. They want. You want. You want. They want. They want. I want more. I want more. أنا أريد المزيد. I want more. 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 أنا أريد المزيد من ماذا؟ I want more. مثلا I want more. I want more money. They want more and more. يعني هم يريدون المزيد ثم المزيد. I want more time for us. يعني أنا أريد المزيد من الوقت لنا. I want more time for us. I want more time for us. Time يعني الوقت. For us من أجلنا. For us. I want more time 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 for us. For us. واحد القضية هاد R في اللغة الإنجليزية ديك R بحال غير تدوز عليها فهمتي for us ما تنشوي واحد بحالكم ما تتفهموش علاش واحد المجموعة ديال الحروف ما تيبانوش فهمتي تيوقع الإدغام ديالهم وما تتفهمش إذا أنت غتعود على هاد المسألة I want more time for us. I want more time for us. For us. I want more time for us. I want more time for us. ثم يجب التفريق بين هاد want اللي عندها A بحال تنقولوا احنا باللغة الفرنسية عندها A اللي عندها A كما نقول باللغة الفرنسية عندها E شنو الفرق بين هادي وبين هادي شنو الفرق بيناتهم هادي تتنطق want هادي want شنو الفرق بيناتهم الماضي هادي الثانية عندها E إذا عندها E باللغة الفرنسية عندها E بلاس A الثانية عندها E بلاس A الثانية شنو مقصود بها الماضي الماضي ديالاش simple past is the simple past the من... verb to the verb to go for the verb to go هذا الماضي ديال الفعل ألي هو اللي كنا نتكلموا عليه في الأول تنقولوا I go فالماضي تنقول I want يعني أنا ذهبت شوفنا I go to school now أنا أذهب إلى المدرسة الآن now مثلا ولكن هنا قدر نقوله yesterday yesterday مثلا بالأمس I want to school I want to school يعني أنا ذهبت إلى المدرسة كاين فرق بين هاد want اللي المقصود بها أنا أريد I want more time for us يعني أنا أريد المزيد من الوقت لنا ثم I want to my house I want to my house هذا الماضي ديال to go يعني فعل ذهب I want to my house يعني أنا ذهبت إلى منزلي my house my house my house my house my house my house I want to my house أنا ذهبت إلى منزلي I want to my house 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 سلام يعني أنا ذهبت إلى منزلي قد تقول أنا ذهبت إلى المدرسة شو تقول I want to my school I want to school I want to school I want to school I want to school الماضي ديال هادي راه كاين فرق راه ماشي بحال بحال فهمتي I go to school انا اذهب الان الى المدرسه I want to school انا ذهبت الى المدرسه احنا طبعا ما عندناش I want to school احنا عندنا I want to my house انا ذهبت الى منزلي ثم he said that شنو تقصد بها؟ أنت قلت لي هذا. أنت قلت هذا أو أنت قلت بأن حيث ذات تعني هذا وتعني بأن ذات إز يعني هذا هو أو نقول ذات يعني هذا طريقة أخرى هذا هو ذات ذات إز نقول ذات نقول مثلا ذاتس جود نقول ذاتس جود ذاتس جود ذاتس جود ذاتس جود يعني هذا جيد You said that يعني أنت قلت ذلك المقصود أنك قلت ذلك الكلام ممكن أو قلت ذلك الوعد أو قلت الأمر هذا You said that أنت قلت ذلك وممكن في حالة لكننا غنزيدو نكملو الجملة شنو نقولو
You said that he is coming. أنت قلت بأنه هو آتٍ. You said that he is coming. You said that he is coming مثلا. The verb to come يعني فعل أتى. You said is the verb to say. هذا فعل قال. To say فعل قال. You said that he is coming. أنت قلت بأنه سيأتي أو أنه آتي في الطريق. You said that he is coming. أنت قلت بأنه هو آتي في الطريق. إذا نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.